السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الكرام، مرحبا بكم اليوم معنا في وصفة أخرى من وصفات شيوات مريم نور. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة جميلة وجد جد رائعة، خفيفة وسهلة وبسيطة ومنظر رائع. غادي نحتاج هنا الفخيضات منزوعين العظم، غادي نبدلوا الروتين ديال المرقة أو الدجاج محمر. هاد الفخيضات غادي نحيد لهم العظم ونخلي الهبره فقط، غادي نديروهم معمرين بحشوه جد جد رائعه. غادي نحتاجو فيها الجزر مبشور كما كتلاحظوا، قرعه خضراء مبشوره، زيتون مقطع، فلفل اخضر مقطع، فلفل احمر مقطع، وبصل مقطع شرائح رقيقه. هنا عندي قطع ديال الكبد والقلب، شعريه صينيه، قزبر ومعدنوس مفرومين. اما التوابل فغادي نحتاج ملح، فلفل اسود، زنجبيل، كمون، قزبر جاف. توابل سهله وبسيطه، زيت الزيتون كما لاحظتوا، كل شيء سهل وبسيط وغادي يعطونا جوده عاليه. في مقلاه غادي ندير الزيت باش نضيف الخضر ديالي اللي غادي نصوب بهم الحشوه. غادي نضيف هنا الخضر، فلفل احمر، فلفل اخضر، البصل شرائح رقيقه بزاف، جزر وقرعه مبشورين. هاد الحشوه كتعطينا طعم رائع غزاله وبنينه بزاف، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الاخبار. غادي نشحر الخضر مزيان مع التحريك المستمر. غادي نشحروا الخضر ديالنا حتى يدبلوا ونكمل معكم. الخضر هنا كتعطينا واحد الرائحة رائعة جدا وهي كتشحر. وصفة بنينة وسهلة. هنا غادي نزيد نضيف زيت الزيتون، راكم كتعرفوا تعطينا واحد طعم رائع جدا، وزيت الزيتون تيجي موالم بزاف مع الخضر كيفما كتلاحظوا، كيجي رائع في الحشوات. نحركوا الخضر جيدا، ونتسناو الخضر ديالنا تتبل وتمتجز مزيان باش غتعطينا واحد النكهة وواحد العصارة رائعة. هنا كما كتلاحظوا الخضر ديالنا بدات كتتبل. وصفة سهلة وسريعة التحضير كما كتلاحظوا، ما كتاخذش وقت كثير. غنضيف هنايا قطع ديال القلب الكبير مقطعين ونزيدو مع الخضرة ديالي، ونشحرو كذلك مع الخضر حتى يبداو يطيبو شوية. صدقوني هاد الحشوة كتجي جد جد رائعة وبنينة بزاف. خلاوها لذتها وبساطتها. غادي نضيفو القزبر الجاف، كمون، إبزار، زنجبيل والملح، يعني توابل لاحظتو بسيطة وسهلة وتوفر في أي بيت، غادي يعطونا نكهة رائعة جدا. نحركوا الخليط مزيان، نبقاو نحركوا ونشحروا فيه مزيان حتى كتمتزج العناصر جيدا باش تعطينا واحد المذاق رائع.
الآن القزبر والمعدنوس اللي فرمنا من قبل فرمنا يعني حتى تعطوا واحد النكهة ورائحة يا سلام. مع التحريك المستمر دائما كما تلاحظوا ما كنزقوش من التحريك باش ما يلتصقش لينا الخليط، وفي نفس الوقت الا كان باقي ما نشفش الخليط ينشف جيدا وتمتزج المكونات جيدا باش يعطيو حشوه رائعه. نحاولوا نحركوا الخليط كما قلت لكم باش ما يلتصقش. والان تقريبا اصبح جاهز. بعد ما طابت لينا الخضار وقطع الكبد والقلب غادي نضيفوا الشعريه الصينيه. الان غادي نضيف الشعريه الصينيه ونخليها تمتزج مع المكونات والخضر اللي حضرت من قبل باش تصبح الحشوة جاهزة. الآن غادي نخلط ونخلي الكل يتشرب مكونات والتوابل اللي درنا. نحرك الحشوة جيدا لتمتزج العناصر كما كتلاحظوا. غادي نضيف الزيتون المقطع اللي كنا من قبل كذلك، ونخليو الحشوة تبرد بعد ما أصبحت جاهزة. الآن بعد ما الحشوة ديالنا بردات غادي نبداو نعمرو الخيطات شوية بشوية ونخليهم محافظين على الشكل ديالهم كيف ما كتلاحظوا. طريقة سهلة وبسيطة ما كتطلبش مجهود كبير، والأهم غادي يجيو وليدات بزاف. كنحاولو نقادو الحشوة داخل هاد الفخيطات ونعمروهم مزيان باش ياخدو الشكل ديالهم كما كتلاحظوا. والان غادي نغلق الفخذ بعود الاسنان باش الحشوه ديالنا تبقى فيه داخل ما تخرجش برا. كما لاحظتوا طريقه سهله جدا ماشي صعيبه، نقدروا نديروها حتى المبتدئين وينجحوا فيها من أول مرة. ونعيد الكرة مرة أخرى حتى نكملوا جميع هاد الخيطات اللي موجودين نفس الطريقة. طريقة سهلة وبسيطة ماشي صعبة، والأهم غادي تعطينا النتيجة
سواد الأسنان باش ما تخرجش الحشوة لبرا، ونصفوهم في صفيحة مزيتة وندخلهم للفران يتحمروا على خاطر. كما نتيجة جد جد رائع وسالم والباب بزاف بزاف والمنظر يا سلام. احنا غادي نجربو نقطع واحد وشوفو كيف غادي يجي، يجي رائع جدا جدا جدا. نتمنى تجربو الوصفة، راها غزالة وانا متأكدة بلي جربتوها غادي تعجبكم وما تبقاش خطاكم، ومنها نكسرو الروتين ديال الطبخ اليومي. لاحظتو كي كتجي حنفتي ورطب والحشوة لذيذة يا سلام. أعزائي الوصفة ها هي دي، نتمنى تنال إعجابكم. أعزائي إلى اللقاء مع وصفة أخرى.